السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة أيها الأخوة الكرام، في إطار التفاعل مع متتبعي القناة واستجابة لتساؤلاتهم، سوف نتطرق في هذا المنشور لموضوع مهم جدا يتعلق بالطعوم المفضلة بالليل عند الأسماك، موضوع يخفي بين طياته تساؤلات عدة، من بينها: كيف تستطيع الأسماك تحديد طعامها أثناء الليل؟ هل تستطيع أن ترى في جنح الظلام تلك الطعمة الصغيرة المرمية داخل الماء؟ هل تعتمد على حواس أخرى غير حاسة البصر في البحث عن غذائها بالليل؟ هل هناك أنواع من الطعوم تجلب الأسماك بالليل أكثر من أخرى؟ هل تتغذى بالنهار وتخلد للنوم أثناء الليل؟ أم أن هناك أنواع من الأسماك تنشط بالليل وأخرى تنشط بالنهار؟ هل يتغير نمط العيش عند الأسماك بين ليلة وضحاها؟ أسئلة كثيرة تطرح، من بينها ما وجدت لها تفسيرات من عند بعض الرياض قد تكون صحيحة، كما أنها قد تكون مجانبة للصواب كذلك، في ظل شح للمعطيات العلمية القطعية، وحتى وإن وجدت بعض الدراسات في الموضوع لكنها متضاربة يصعب الاعتماد عليها بشكل قطعي. لم يبقى لنا سوى أن نحاول تحليل المعطيات العلمية المتوفرة مع التجارب الميدانية دون تبخيس لأي رأي آخر طبعا. قبل ذلك أريد أن أخبركم بأن القناة تحتوي على حوالي 260 فيديو، كلها تعنى بتقنيات الصيد الشاطئي بالطرق العلمية الصحيحة والتجارب الشخصية، لذلك أطلب منكم التفضل بدعمها والاشتراك فيها وتفعيل الجرس حتى يأتيكم دائما الجديد. وبهذه المناسبة أريد كذلك أن أشكر كل الإخوة الكرام الذين يشجعونني على هذا المحتوى ويقولون في حقي كلمات طيبة تحفزني دائما على إعطاء المزيد. عودة إلى موضوعنا الرئيس والذي يتعلق بالطعوم المفضلة بالليل عند الأسماك، والذي يرتبط كما قلنا بمجموعة من التساؤلات المختلفة سنحاول الإجابة عنها من خلال التذكير ببعض الأمور الوظيفية التي لها علاقة بأيدي الأسماك، والتي نسميها بالفرنسية الميتابوليزم دي بويسون، والتي تؤثر في تصرفاتها ونشاطها. كنت قد نشرت فيديو سابق خاص بأوقات نشاط الأسماك، والذي يتطرق بالتفصيل للعوامل التي تؤثر في هذا النشاط، أنصحكم بأن تشاهدوه بعد تتمة هذا الفيديو طبعا. سوف أترك لكم رابطه في صندوق الوصف، وسيكون من المفيد جدا أن تطلعوا عليه لأنه مكمل لهذا المنشور. كما جاء في الفيديو المذكور، على أن نشاط الأسماك تتحكم فيه عوامل مناخية مثل الضغط الجوي وحرارة الماء وكمية الأكسجين الموجودة في الماء وحركات المد والجزر وفترات التوالد إلى آخره. وبعيدا عن هذه المؤثرات، للأسماك قدرات حسية كذلك تعتمد من خلالها على مجموعة من الحواس مثلها مثل الإنسان والحيوان، تستعملها في الدفاع عن نفسها وفي علاقتها مع محيطها البيئي، كما أنها تساعد في البحث عن طعامها. نذكر من بينها حاسة البصر وحاسة الشم وحاسة السمع. لكن لا يجب علينا أن نحلل الأشياء بمنطق قدراتنا نحن على الحس بالأشياء، فحواسنا تختلف نوعا ما عن حواس الأسماك، فنحن نعيش في بيئتين مختلفتين. فيما يخص حاسة البصر، سنحاول أن نلقي نظرة بسيطة على مورفولوجيا جهاز العين عند الإنسان أولا ثم عند السمكة ثانيا لنفهم الفرق بينهما. مبدئيا يعمل جهاز العين عند الإنسان مثل جهاز العين عند الأسماك في وظيفة نقل الصور للدماغ، لكن هناك اختلاف في تركيبة الجهازين،
تحتوي شبكيات العين عند الإنسان على مجموعة من الخلايا العصبية المستقبلة للإشارات الضوئية، تتمثل في شكلين مختلفين، خلايا مخروطية على هذا الشكل وخلايا عصوية على هذا الشكل، والمسمات بالفرنسية ليكون إلي باطوني. الخلايا العصبية المخروطية الشكل تتمركز بشكل أكبر وسط الشبكية، في حين تقل في المناطق الأخرى وتعتمد بشكل أساسي على الضوء الكافي من أجل رؤية الأشياء بوضوح أكثر، كما أنها تمكننا من رؤية الألوان كذلك. بينما الخلايا العصبية والتي تنتشر بباقي أنحاء الشبكية لا تحتاج الكثير من الضوء لكي تمكننا من رؤية الأشياء، لذلك تكون هي المسؤولة عن الرؤية الليلية. ومقارنة مع عين الإنسان، تحتوي الشبكيات عند السمكة على عدد أقل من الخلايا المخروطية المسؤولة عن الرؤية الضوئية، في حين تحتوي على عدد أكبر من الخلايا العصبية المسؤولة عن الرؤية الليلية، الشيء الذي يعطي للأسماك قدرة أكبر على الرؤية الليلية أكثر من الإنسان، وبالتالي رؤية الطعمة لا تشكل لها أي مشكلة لا بالليل ولا بالنهار. صحيح أنها تعاني من قصر النظر، حيث تستطيع تمييز الأشياء القريبة، بينما البعيدة منها قد تجد صعوبة في تمييزها بشكل أوضح، وذلك بسبب قلة الخلايا المخروطية الشكل والمسؤولة عن الرؤية الضوئية أولا، كما أنها تتوفر على عدسة كروية الشكل تقريبا تفتقد للمرونة الضرورية التي تمكنها من تصحيح صور الأشياء البعيدة مثل ما هو الحال عليه عند الإنسان. بالرغم من توفرها على عضلة تحرك العدسة للوراء من أجل تقريب الصورة للشبكية، لكن ليس لديها القدرة الكافية كعدسة عين الإنسان التي تشبه شكل العدسة فعلا وتتمتع بمرونة تستطيع بواسطتها تصحيح صور الأشياء بشكل أكبر. وبالرغم من ذلك لا يشكل هذا النقص أي عائق في قدرتها على الرؤية الليلية. كما أن الشكل البيضاوي للعينين عند الأسماك وتموضعها على الجانبين يمكنها من تغطية مجال بصري أوسع تستطيع من خلاله استشعار الأخطاء المحدقة بها من كل الجهات، فتستطيع بذلك حماية نفسها من الطواري أولا، ثم في مساعدتها على البحث عن الطعام ثانيا. كما نرى في هذا التبيان الفرق بين المجالين البصريين عند الإنسان وعند السمكة. كما نلاحظ أن المجال البصري عند الإنسان ينحصر في النصف الأمامي فقط، بينما المجال البصري عند الأسماك يغطي الواجهة الأمامية والجانبية والعليا، ولم يبقى سوى الواجهة الخلفية والواجهة السفلية. لذلك نجد أن جل الهجمات الناجحة من طرف الضواري تأتي إما من الخلف أو من الأسفل. ومن خلال هذا التبيان نلاحظ أن الأسماك تتفوق على الإنسان فيما يخص الرؤية الليلية. وبما أن لديها القدرة على الرؤية بالليل أفضل من الإنسان بسبب وفرة الخلايا العصبية العصوية الشكل كما رأينا، وقدرتها على الرؤية في مجال أوسع، فإنها تستطيع الاعتماد على حاسة البصر من أجل البحث عن طعامها بالليل، وهذا شيء نعاينه عنكة من خلال التجربة الميدانية أثناء رحلات الصيد الليلية، حيث نلاحظ أن الأسماك تعثر على جل أنواع الطعوم بسهولة. تجدر الإشارة إلى أنه ليس الظلام من يحجب الرؤية عن الأسماك، قد ينقص منها قليلا صحيح، لكن ما يحجب أو يقلل من هذه الرؤية هو وجود شوائب في الماء مثل العوالق والطحالب والرمال الناتجة عن الأمواج القوية والمزبدة أو بسبب السيول كذلك.
وبطبيعة الحال اعتمادها على حاسة البصر ليس حصريا، فهي تعتمد كذلك على حواس أخرى في تحديد طعامها مثل حاسة الشم كذلك، حيث تتمتع السمكة بحاسة شم متطورة جدا تستطيع من خلالها أن تتلقف كل الروائح المذابة في الماء من مسافات بعيدة، وقد نلاحظ ذلك من خلال عملية الرش التي نقوم بها في بعض الأحيان والمهيئة من بقايا الطعام المطحون من أجل جلب الأسماك لمكان الصيد حيث تأتي من كل حدب وصوب. هناك حاسة السمع كذلك، ليس للأسماك آذان خارجية مثل الإنسان أو الحيوان، لكن لديها مستقبلات تحت الجلد تستقبل بها كل الذبذبات التي تأتي عبر الماء فتساعدها على تحديد نوعية ومكان مصدرها، تستطيع من خلالها التعرف عما إذا كان يشكل تهديدا متربصا بها أم طعاما محتملا. إن كان تهديدا ستحاول الفرار بجلدها، وإن كان شيئا آخر ستحاول الاقتراب منه مستعينة بحواس أخرى مثل حاستي البصر والشم لتحديد ما هي نوعيته. قد يكون صوتا صادرا عن سمكة مريضة أو معطوبة أو أي مخلوق آخر يصلح للأكل. أما فيما يخص نوم الأسماك بالليل، كما هو معروف على أن النوم ضرورة حتمية تحتاج لها الأسماك مثلها مثل الإنسان والحيوان من أجل إصلاح وتجديد وتنشيط الخلايا، لكن أوقاته تختلف باختلاف نوعية الأسماك واختلاف المناطق. قد نجد أنواعا تظهر بالليل أكثر من النهار، وقد نجد أنواعا أخرى تظهر بالنهار أكثر من الليل، لكن عموما كل الأسماك التي نصادفها في الشاطئ نجدها بالليل كما النهار مع اختلاف في الكميات في بعض الأحيان. هناك أنواع نصادفها بالليل أكثر من النهار مثل الدرع أو القاروس والدرع المرقط والمرمر والمعزة والصنور، كما أن هناك أنواع أخرى نصادفها بالنهار أكثر من الليل مثل الدونيس أو الزريقة مثلا، وهذه ليست قاعدة عامة، قد يحصل العكس تماما، فنحن نبني استنتاجاتنا عن عدد رحلات الصيد فقط، والمفاجآت لا تغيب في هذا المجال، وهذا يدفعنا إلى الاعتقاد بأن أوقات النوم ليست لها علاقة بالليل أو النهار، بقدر ما أن لديها علاقة بأيدي الأسماك والمؤثرات الخارجية وأوقات التغذية، هل هي في فترة نشاط مناسب للحركة أو مصابة بخمول أيدي أو عياء. إذا كانت في فترة نشاط مناسب أو جائعة ستخرج للبحث عن غذائها، أما إذا كانت مصابة بخمول ناجم عن اضطرابات أيدية أو عياء أو شبعان فقط ستخلد للنوم حتما. وهذا قد نجد له تفسيرا في الحصائل المسجلة في رحلات الصيد، في بعض الليالي نسجل حصائل جيدة وفي ليالي أخرى تكون الحصائل ضعيفة أو منعدمة، كما أن هذا الشيء قد يحصل حتى في رحلات الصيد النهارية. بمعنى آخر، إذا كانت ظروف الصيد مناسبة تكون الحصائل جيدة، وإذا كانت غير مناسبة تكون الحصائل ضعيفة بغض النظر عما إذا كان الوقت ليلا أم نهارا. لكننا نلاحظ على كل حال اقتراب الأسماك من الشاطئ بالليل أكثر من النهار. ما الذي يدفعها للاقتراب من الشاطئ أثناء الليل؟ لا بد أن هناك عوامل تساهم في ذلك. بمجرد حلول الظلام تبدأ الأسماك في الاقتراب من الشاطئ بشكل كبير. أعتقد أن الظاهرة لها علاقة بالضوء، وهذه الظاهرة نلاحظها حتى بالليل، إذ تكثر الأسماك بالليالي المظلمة والتي يختفي فيها ضوء القمر أكثر من الليالي المقمرة، فحجم وكمية الأسماك التي نصطادها في الظلام الدامس أكثر بكثير مما نصطاده في الليل المضاء بالقمر.
ومن بين الأسماك نجد المطارد والمطارب. إذن كل السلسلة تقترب من الشاطئ، لأن الضواري غالبا ما تصطاد بالليل أكثر من النهار، فتجبر فرائسها للجوء إلى الشواطئ فتتبعها هي كذلك. وكما قلنا في فيديوهات سابقة، فإن الضواري تفضل نهارا الأماكن المظلمة لنصب الكمائن، بينما الأسماك الصغيرة تفضل الأماكن العميقة المفتوحة لتستفيد أكثر من مجالها البصري الواسع وتراقب تحركات الأسماك المفترسة، لذلك تبقى بعيدة عن الشاطئ في أعماق أوسع، ولتبقى كذلك في منأى عن الطيور الصيادة المتربصة بها في الماء والسماء كالغاق والخراشن والنوارس إلى آخره، والتي لا يمكنها الصيد إلا في وضح النهار. عند حلول الظلام يفسح المجال للأسماك الصغيرة للاقتراب من الشاطئ دون خوف، حيث الأعماق الصغيرة فتتبعها الضواري كذلك. كما رأينا على أن الأسماك تعتمد على كل حواسها من أجل البحث عن الطعام ومن أجل الدفاع عن نفسها كذلك، لديها قدرات حسية عالية فوق قدرات الإنسان، فهي ترى بالليل أفضل من الإنسان، ولديها قدرة الشم أكثر منه كذلك، لذلك ليست لديها أي مشكلة في العثور على طعامها بالليل كما بالنهار. إذن كل شيء يعزز من هذه القدرات يساهم في جلب الأسماك، كل ما كانت الطعمة أكبر أو ذات لون أكثر بياضا أو لمعانا فهي تثير الانتباه أكثر. هناك أنواع من الطعوم البراقة بالليل كذلك، مثل دودة كوريانا، دودة الأنبوب، ليفيغاتوب، والتي تصدر بريقا فوسفوريا بالليل يثير انتباه الأسماك أكثر من أنواع أخرى. كما أننا نرى بعض الرياس يستعملون كذلك بعض الأكسسوارات الفوسفورية أو المضيئة بالليل لإثارة فضول الأسماك لجلبها من بعيد لمكان الطعمة، مثل اللآلئ والأثقال المضيئة على هذا الشكل. وكل ما كانت رائحتها أقوى تكون أكثر جاذبية، مثل دودة الرمل، دودة أمريكانا، دودة كحلون، السردين، الأسقمري إلى آخره. كذلك كلما كانت تصدر أصواتا عززت الجاذبية أكثر، بالرغم من أن الطعوم المستعملة في تقنية السيرف كاستينج لا تصدر أصواتا في غالب الأحيان، لكن قد نلاحظ هذا في تقنية سبينينج مثلا، حينما نستعمل طعوما اصطناعية صادرة للصوت مثل هذا، أو في تقنية الطعم الحي الذي نستعمل فيه سمكة حية كطعم، حيث تحاول بشكل يائس الإفلات من الصنارة فتصدر أصوات توحي بأنها معطوبة. بل حتى في تقنية السيرف كاستينج لطالما سجلنا هجوم سمكة ضارية على سمكة صغيرة عالقة في الصنارة، وذلك بسبب الأصوات الناتجة عن محاولتها اليائسة من أجل الإفلات بجلدها، فتبتلعها السمكة الصيادة كاملة أو تقسمها إلى نصفين وتظفر بجزء وتترك لك الجزء الآخر كدليل قاطع على جريمتها كما نرى في هذه الصورة. كما يمكنها أن تعلق هي كذلك في الصنارة
مثل ما يحدث لأسماك القاروس والباراكودا والدينتي والتوربو والشيميات إلى آخره. ودائما ما ترى الصياد يحاول التعزيز من جاذبية الطعمة سواء بالليل أو النهار، إما بتحسين شكلها لتبدو طبيعية قدر الإمكان أو بإبراز رائحتها أكثر، وفي بعض الأحيان يلجأ لاستعمال منكهات أو محفزات ضوئية أو لونية لإغراء الأسماك أكثر. وفي المقابل وفي حالة ما إذا كنا نريد استهداف نوع معين من الأسماك، نستعمل طعوما اختيارية تقصي الأسماك الطفيلية أو الغير مرغوب فيها من المنافسة، فنقصي بذلك بعض أنواع الطعوم أو المحفزات. مثلا أريد أن أستهدف سمكة الدينيس أو الزريقة دون غيرها، في حين أن المصيد مليء بالأسماك الطفيلية أو تلك التي لا أرغب في اصطيادها، لن أستعمل طعوم الديدان لأنها ستجلب لدي كل الأسماك الغير مرغوب فيها. إذن سأحاول أن أستعمل طعما اختياريا لا تستطيع الأسماك الطفيلية أن تستهلكه بسهولة، مثل السرطانات فهي تصلح بالليل والنهار، ليس كما يعتقد البعض أنها غير فعالة بالليل. Thank you.
نفس الطريقة نستعملها مع أسماك أخرى كالقاروس، نتفادى الديدان ونستعمل الرخويات، وحتى إذا اضطررنا لاستعمال الديدان نلغي المحفزات الفوسفورية والضوئية واللونية لكي لا نثير فضول الطفيليات، بالرغم من أن الديدان تعتبر من الطعوم الفعالة جدا لكنها مستهدفة من كل المخلوقات، لذلك نضطر للابتعاد عنها في بعض الأحيان. بينما في المسابقات نستعمل كل أنواع الطعوم والمحفزات الممكنة لجلب الأسماك، لأننا ببساطة نبحث عن الأسماك الموجودة في المكان كيفما كان نوعها، وذلك من أجل كسب النقط، ولن يكون من المنطقي أن نختار الأسماك النبيلة فقط، وإلا قد نخسر الرهان. فيما يخص السؤال المتعلق بنمط العيش لدى الأسماك بين ليلة وضحاها، فالأسماك لا تغير نمط العيش لديها بين عشية وضحاها، بل يتغير حسب الفصول والتغيرات المناخية، وكل نوع منها لديه نمط عيش يتماشى مع تركيبته البيولوجية وفترات التوالد الخاصة به. ليست كل الأنواع تنشط في وقت واحد. في الوقت الذي تفضل فيه بعض الأسماك المياه الدافئة، فإن أنواع أخرى تنشط عندما تنخفض درجات الحرارة، وبالتالي فهم سلوك الأسماك طول الفصول يسمح لنا باختيار مناطق صيد معينة وكذا الطعوم الملائمة. فمثلا في الوقت الذي ترحل فيه أسماك الدينيس إلى أعماق البحر من أجل وضع بيوضها، يقترب القاروس من الشاطئ من أجل التوالد. قد يجتمعان على استحياء في نفس المكان، لكن ليست القاعدة العامة. أسماك كثيرة تقترب من الشاطئ في فصل الشتاء بينما أخرى ترحل، وأسماك كثيرة تقترب من الشاطئ في فصل الصيف بينما أخرى ترحل، وهذا يحصل في كل الفصول. وكما أن هناك أسماك مهاجرة هناك أخرى مقيمة، من الصعب تعميم الظاهرة. باختصار شديد، ليست للأسماك طعوم مفضلة بالليل وأخرى بالنهار بقدر ما يرتبط ذلك بنمط عيشها، ونمط عيشها يخضع لتعاقب فصول السنة والتغيرات المناخية المرتبطة بها. علينا أن نعرف كذلك على أن الصيد بالليل له إيجابيات، وأولها هو حل مشكلة الرمي لمسافات بعيدة التي يعاني منها بعض الصيادين، إما بسبب أعطاب جسدية أو عدم توفرهم على معدات تساعدهم في ذلك، أو فقط لا يتقنون تقنية الرمي بشكل جيد، فنكتفي بالرمي لمسافات قريبة حيث تقترب الأسماك من الشاطئ بشكل كبير. حلول الظلام يجعل الأسماك المفترسة تخرج من مخابئها للبحث عن غذائها، فتلاحق الأسماك الصغيرة التي تقترب كثيرا من الشاطئ، وكلما كانت الأسراب كبيرة كلما بعثت الطمأنينة في باقي الأسماك الكبيرة الأخرى لتقترب كلها من الشاطئ. فإن الأسماك لديها قدرات عالية للحصول على طعامها، فقط علينا تحفيز هذه القدرات، فهي ترى وتشم وتسمع بالليل كما النهار. يبقى أن نأخذ بعين الاعتبار الظروف الأخرى المتعلقة بأوقات نشاط الأسماك والظروف المناخية، مثل الضغط الجوي، حرارة الماء، حركات المد والجزر، حالة البحر إلى آخره. كل هذه العوامل تساعدنا في عملية تدبير الطعوم بالليل كما بالنهار بالشكل المفيد الذي يضمن لنا النتائج المرجوة.
أتمنى أن أكون قد وفقت في الإجابة على هذه التساؤلات. شكرا جزيلا على تتبعكم، أستودعكم الله، وإلى اللقاء في فرصة قادمة بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.